إحنا النهاردة في بداية السنة القبطية، والكنيسة بتعيد بالسنة القبطية أكتر من أسبوعين لغاية عيد الصليب المجيد. والنهاردة لأن اليوم بنذكر فيه البابا ديوسكوروس البطريرك 25 اللي الكنيسة بتسميه معلمنا ديوسكوروس، فالكنيسة حطت قرايات الراعي الصالح. والحقيقة الراعي الصالح فيه جزئين عايزين نخلي بالنا منه. نمرة واحد، إن المسيح نفسه هو إيه؟ هو اللي الراعي الصالح، وإحنا الخراف بتاعته، وإحنا محتاجين حد يخلي باله مننا، محتاجين حد يحامي عننا، محتاجين حد يحس بينا ويشوف طلباتنا ويرشدنا. والواحد مش هيلاقي راحة غير لما يطمن إنه مش لوحده، ليه راعي، ومش راعي، مش راعي عادي، راعي ايه؟ راعي صالح. دي حاجة تطمننا قوي. لكن الحاجة التانية، ان المسيح له المجد زي ما هو راعي صالح واحنا نتمنى نعيش ونموت خراف ليه، هو اللي رعانا، لكن هو مدينا مسؤولية ان زي ما هو راعي لازم احنا كمان نكون ايه؟ رعاة. عشان كده هو مدي مسؤولية لكل واحد فينا يكون راعي صالح، راعي لنفسه، راعي لأسرته، راعي لكنيسته، وراعي للكوميونتي أو المجموعة اللي حواليه. سهل إن الواحد أو الواحد يحب أفضل إنه يعيش خروف، يعيش حد يرعاه، يعيش بدون مسؤولية. لكن إن كنا قبلنا إن إحنا نكون مسيحيين، فمن ضمن الريسبونسبيلتي اللي علينا ان احنا زي ما المسيح بيبذل نفسه من اجلنا، لازم احنا نبذل نفسنا من اجل ايه؟ من اجل الاخرين. I just said that we are celebrating the new Coptic year. And we are praying in the joyful tone starting from the new Coptic year till the feast of the cross that we will celebrate within 1 week. And because today we are celebrating one of the saints of the church, Pope Dioscorus, the defender of the Orthodox faith, the church gave us to read the scriptures or the passage of the Good Shepherd. Yes, we as a sheep, we need the Lord to be our shepherd. The Lord is the comforter of all of us. The Lord is our helper. The Lord is our hope. The Lord is our healing. The Lord is our salvation. Yes, we need him. And that's what makes all of us happy, that we believe that there is someone who is the Lord himself who is caring about every one of us. We are not orphans anymore. The Lord said, I will not let you to be orphans. I will send the Holy Spirit. And the Holy Spirit, one of his action in the church, from now and then to remind us, you are not alone. Do not worry. Do not be sad. You are not by yourself. You are a son of a father. The Lord is your good shepherd. And we said, if we accept that the Lord is our good shepherd and we are his sheep, as Christian, we have to follow his steps. We have to be good shepherd also. Every one of us, we have to have responsibility toward ourselves, toward our family, toward our church, toward our community. We have to have our responsibility. What are the responsibilities of the good shepherd? إيه المسؤولية اللي عليا كراعي صالح؟ أي نعم أنا عاوز المسيح يرعاني وهيفضل يرعاني هنا وفوق، هو الراعي الصالح، لكن هو بيقول لي زي أنا ما برعاك لازم أنت ترعى إيه؟ اللي حواليك. هي دي السر بتاع المسيحية. أنت محتاج ليك طلبات وليك متعبك وليك همومك، بس ده كله مش هيتحل غير لما تطلع بره نفسك وتبتدي تدور على إيه؟ على اللي حواليك، تبتدي تاخد مسؤوليتك أز راعي صالح. الراعي الصالح المسيح قرنه بين بعد عنكم الأجير أو السارق. قال السارق بيجي يعمل 3 حاجات. السارق بيجي يعمل إيه؟ يذبح ويسرق ويهلك. أنا أتيت لتكون ليكم حياة. ده الفرق. أنا بصلي إن أنا لما أرجع البيت النهاردة أكون سبب حياة لبيتي، مش سبب مشاكل. بصلي إن أنا أكون سبب حياة لنفسي، أكون سبب حياة للكنيسة. لما أجي الكنيسة أخدم مش أتخدم، أجي علشان
أخلص مش عشان أدين، للكوميونتي، لجيراني، للناس اللي حواليا. الأجير يسرق ويذبح ويهلك، لكن الراعي الصالح قال عليه كلمة واحدة. الراعي الصالح بيعمل إيه؟ يبذل. يبذل إيه بقى؟ يبذل وقته ولا فلوسه ولا إمكانياته ولا يبذل إيه؟ نفسه. So the Lord gave us two ways. The ways of the thief and the way of the good shepherd. He said that the thief came to destroy, to slay, and to يذبح ويسرق and to steal. That is the action of the devil. But for the good shepherd, I came to bring you life back. I came to give you better life. أتيت لتكون لهم حياة. The good shepherd lay his life down. يضع حياته. So we are invited. We are invited today for two things. Number one, to have faith that we are not alone. The Lord is my good shepherd. Can you imagine David? He was a shepherd. And while he is shepherding his sheep, 1,000 years before Christ, he prophesied a psalm number 23. And he said, the God is my good shepherd. The Lord is my good shepherd. Yes, you are not alone. الحاجة الأولى اللي عاوزين نطمن عليها في القداس النهاردة وإحنا بنصلي، أنت مش لوحدك. هو تفر الحمل اللي أنت شايله، أنت مش لوحدك. الرب يرعاني. ها؟ فلا يعوزني شيء. لا يعوزني شيء. نفسيا لا يعوزني شيء. أنا مش محتاج لا الناس تقول عليا كلام حلو ولا هزعل لو قالوا كلام وحش. لا يعوزني شيء. أنا مش هزعل لو الناس قدروني أو لو ما قدرونيش. هو لا يعوزني شيء. الرب يرعاني، لا يعوزني شيء. أنا مش هزعل لو الريتايرمنت بلان بتاعي كويس ولا مش كويس، لو الشغل كويس ولا مش كويس، لو صحتي كويسة ولا مش كويسة. كل ده مش اللي يفرحني ولا اللي يزعلني. الرب يرعاني. The Lord is my good shepherd. مال انت زعلان ليه؟ مال انا زعلان ليه؟ الرب يرعاني. الرب يرعاني، لا يعوزني شيء. دي النقطة الأولى. Do not be worried. Do not be afraid. Trust in him. Know that your God is not just a master. He is not just a Lord. He is the good shepherd. And his pleasure as a father from day to day to continue to shepherd you and to bless you and to give you all what you need. الرب يرعاني. فالحاجة الأولى في القداس النهاردة، اطمن أنت مش لوحدك. الرب إيه؟ الرب راعية، لا يعوزني شيء. في مراعيه الخضرة يسكنني على مياه الرح. أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. يا عم بتقول إيه؟ إن سرت في وادي ظل الموت، لو دخلت المستشفى، لو في الاي سي يو، لو باخد أدوية، لو فلوسي راحت، لو الشغل فيه مشاكل، لو إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. إيه بقى الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ الرب يرعاني، لا يعوزني شيء. الحاجة الثانية، The first point that the Lord is our good shepherd and he will continue to bless all of us and to shepherd all of us, not because of us but because of him, because he loves us unconditional love, because he is a father. And you fathers and mother, you know how much do you love your sons or daughter, not because of their actions but because of your nature. ربنا ادانا نختبر الاب والام بيحبوا اولادهم ازاي عشان نعرف ربنا بيحبنا ازاي. The last point, the first point, the Lord is my good shepherd. الرب يرعاني. ما تخافش، ربنا اطمن، ربنا معاك. Do not be afraid. He is your good shepherd. The second thing, be a good shepherd to your family, to yourself, to your church, to your community. بلاش تاخد موقف neutral Christian. Do not be normal Christian. But take the position of the Lord, the place of the Lord. Be a good shepherd. Lay your life down. Put your life on those do you love. الواحد ياخد بقى ان هو كمان يرعى الرعاية اللي ربنا طالبها منه. يشيل الresponsibility بتاعته to be a good shepherd. Yes,
The Lord, the goal of the liturgy today, حنقف دلوقتي نصلي. We will pray. And then by the end of the liturgy, what is the goal of the liturgy? What is the goal of the liturgy? By the end of the liturgy, we will take the body and the blood of the Lord. He will give us His self. وهو ده الراعي الصالح يبذل ايه؟ نفسه. He will give us His body, His blood. So that is the first point. So the Lord is my good shepherd. But the second point, we have to go out of the church having the same decision. As I receive the life of the Lord, I have to give my life to the others. احنا كلنا بنيجي عشان ناخد ايه في القداس؟ جسد المسيح ودمه. ده الجزء البسيط في القداس. الجزء الثاني زي ما المسيح اداني كله، اداني كله، لازم انا اطلع من الكنيسه اعمل ايه؟ ادي كلي، ادي كلي للناس، اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. زي كده من المسيح على المذبح، مش هينقي النهارده، مش هيقول لا ناول لنا دول وما تناولناش دول، هو هيناول مين؟ كل هيتناول. So let us summarize what we said. We said that we are celebrating the new Coptic year. And in this new Coptic year, the Lord is giving us new hope. He said, I am your good shepherd. Do not be afraid. Do not be worried. You are not alone. I am your defender. I am your supporter. You are not alone. I am the Lord, your good shepherd. Number one, know that you are my sheep and I am good shepherd. Number two, be a good shepherd to your family, to yourself, to your church, to your community. Do the same like I did because you are following my steps. قلنا ان احنا بنعيد عيد النيروز للصليب، بنعيد بالفرح. عشان كده واحنا بنصلي صلي كده وانت فرحان. ابتدي السنه الجديده كده بالفرح. انسى المشاكل مش هتخلص، بس اركنها على جنب الشويه دول. وقف كده قول لربنا، قول له يا رب انا متشكر. اي نعم انا شايل الهم، اي نعم انا تعبان، بس انا مش لوحدي. انا ليا راعي، ومش راعي بسيط، ده راعي ايه؟ صالح. انا اؤمن انك الراعي الصالح. وانا اؤمن ان انت اللي مسؤول عني، انت اللي تاكلني وتشربني، وانت اللي تاخدني المياه الحياه، انت اللي تقودني في مراعي خضر. انا ماليش غيرك، وانا ليا مين؟ انا ماليش غيرك. الحاجه الثانيه، خليني يا رب ابقى انا كمان راعي صالح. اخلي بالي من اسرتي، اخلي بالي من ابويا، اخلي بالي من امي، اخلي بالي من اخواتي ومن زوجتي، اخلي بالي من اولادي، اخلي بالي من اللي حواليا في الكنيسه، اخلي بالي من الخدمه، اخلي بالي من الناس، اخلي بالي من اللي في الشغل. خليني راعي صالح، من غير ما تحطني في حته اعمل المشن بتاعتك. I am praying this for myself and for all of you to follow the steps of our good shepherd. Blessed is the kingdom of the Holy Trinity. Blessed is the Father and the Son and the Holy Spirit now and forever.